السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي معشر الرجال معشر النساء عندكم واحد التشخيص غتعملوه بسرعة وتردوا لي الجواب غتجيبوا بانيو إناء تكبوا فيه الماء وديروا فيه الملح وتضعوا فيه رجليكم تضعوا فيه أرجلكم ثم تشدوا القرآن اللي كان محافظ سورة الصافات تشدوا القرآن وتريحوا في الكرسي وتخلي رجليك مخشيين في الماء والملح وتقرأ سورة الصافات 11 مرة وتطفي التليفون وتبعد من الضجيج وتكمل مسترسل 11 مرة متابعة هذا أخطر تشخيص الكون غتحس بشي حاجة خارجة لك من رجليك غتحس بشي دخان خارج لك من ودنيك غتحس بالنعاس غتحس بالحرارة غتحس بالغضب غتحس بالمصارعة ديال كل ما ديالك تتحرك غتحس بالضباب ولا عينيك هاد العلامات كل العلامة عندها طريق ديالها إما راك مكل إما راك شي جدول مدفون لك إما سحر الرش إما التلبس إما العين إما الحسد إما سحر مطعوم خفيف أو ثقيل إما سحر معلق إما شيء موم شي حاجة موم ديروا هاد العملية وردوا لي وأنا غنجاوبكم بإذن الله كلها عطيني التشخيص ديالو ولا تنسوا الاشتراك القناة ديالي راه في اليوتيوب راه في الموقع ديالي ديال الصفحة ديال التيك توك دعمونا ودعموا هاد الصفحة ديالي في التيك توك وفي اليوتيوب القناة ديال اليوتيوب باش نوصلوا للناس باش يستافدوا الناس هادشي غير وجه الله سبحانه وتعالى